يسميها وثيقة استسلام، سواء وقعت عليها الحكومة اللبنانية أم وقع عليها حزب الله. تعتقد هذا التوصيف كان قاسيا؟ لا، بل هي أكثر من ذلك، هي إذعان لشروط مذلة كان بالإمكان تجنبها سابقا، حيث أن هوكشتاين الموفد الأمريكي ومكوكياته قد عرض على حزب الله والحكومة التي هي صنيعة حزب الله والحكومة التي سرق صلاحياتها نبيه بري، هذه قد عرض عليهم أفضل من ذلك بكثير. إذا تذكرتم منذ حزيران الماضي عرض عليهم التراجع فقط 10 كيلومترات إلى الوراء، ولم يتم الحديث عن نزع السلاح، يعني تطبيق جزئي للقرار 1701 ورفضوا، وبقوا مصرين على ربط ملف لبنان بغزة، وبقوا مصرين على فتح جبهة الإسناد. هذه جبهة الإسناد التي لم تنفع غزة ولا أضرت بإسرائيل، وما أضرت إلا بلبنان. الآن ومضامين القرار الدولي 1701 بعد أن حدث ما حدث لحزب الله وانهارت منظومته القيادية وبنيته التنظيمية وجهاز اتصالاته وعناصر الميدان والقيادات وتحت الحصار وقطع الإمدادات واللوجستية والانهيار السريع في الميدان، وفي على كل المستويات، وضرب منظومته المالية والاقتصادية والتوجيهية والمعنوية وعاصمة قراره وهي الضاحية الجنوبية، وقطع أوصاله من هنا وهناك بفترة متسارعة خلال 60 يوم، يعني حماس صمدت 10 أشهر ولا تزال، وحزب الله الذي يضاهي وكان يبالغ قوته أن أكثر قوة من حماس، لكنه ما زال موجودا يا سيد صخر. عفوا، لحظة شوي، ما أنا ماشي معك بالحديث. نعم. ما تبقى من حزب الله، ونحن عسكر ونعرف ما حصل، إسرائيل استهدفت ما استهدفت، وهو أطلق ما أطلق وصرف ما صرف، وصل إلى فترة أنه يصرف من مخزونه، ونحن في علم العسكر نعرف أن الاحتياط هو مهم وأساسي، بدأ يمد يده للاحتياط، بلغ مشارف الانهيار، أتت أمريكا، أتى الشيطان الأكبر لينقذ الشيطان الأكبر وعفاريت الشيطان الأكبر الأخطر وهو إيران من الشيطان الأزرق وهو إسرائيل. يعني لنكن واقعيين، أنا لا أوصف ولا ألعب على الكلام، الأمور فيما وصلت إليه، وحزب الله باستلابه السلطة اللبنانية وتحكمه واغتيال رجالات الدولة وترهيبهم وترغيبهم وجلب أرخص أنواع البشر كي يقودوا ويسودوا وهو يركب عليهم ليستفرد بالقرار، الآن يدفع الثمن على الميل الآخر، دفع الثمن بالضربات الإسرائيلية، ويدفع الثمن أنه لم يترك له صديقا لا في الداخل ولا في الخارج، عاد كل العرب وعاد اللبنانيين وأرهبهم، والآن هذه الحكومة العاجزة التي هي صنيعتها لم تستطع أن تساعده في شيء، وبات مضطرا الآن أن يخضع للشروط المذلة التي فرضتها إسرائيل تطبيقا للقرار الدولي 1701 بلس. سيادة العميد، هذه المعركة التي يقودها هؤلاء الشياطين التي أنت وصفتهم، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والشيطان الأخطر، هذه توصيفات محور الممانعة سيد الكريم، هذا التوصيفات التي أنت تقول بها، إذن وقف لإطلاق النار كيف سيلتزم من تسميهم بالشياطين في وقف لإطلاق النار أو هدنة، أو ممكن أن يخرجوا بشيء يكاد أن يتفقوا أو يتفقوا عليه؟ الأمر مقلق. أنا قلت لك عفوا، يعني ما تواخذني على هذه التوصيفات، أطلقها محور الممانعة، هذه التوصيفات أطلقها الخامنئي، وهم دائما يتغنون بها ويرددونها، والآن هم يعتمدون على ما أطلقوه، يعني لم يعد بإمكانهم أحد أن يحميهم إلا هؤلاء الشياطين الذين هم سموهم وهم أطلقوا عليهم هذه التسميات، لست أنا من أسميهم. طيب. أنا أتحكم، ما تأخذني يعني
يا سيدي الكريم، عفوا إذا بتريد. نعم. الآن إسرائيل فيما تفعله وموافقتها على وقف إطلاق النار، هي تقول لنا أن خط الدفاع الأول عن إيران وهو حزب الله قد تمت خلخلته أو تحييده أو تثبيته، وهي الآن بصدد الذهاب إلى خط الدفاع الثاني وهو العراق أو الميليشيات في العراق، وما بين هذين الخطين الخط الوسيط في الميليشيات في سوريا، وقد أطلق تهديده أليا بشار اليوم نتنياهو. هذه خطوط الدفاع عن إيران، لكنه قال في النهاية وفي البداية كذلك أن رأس الأفعى وهو إيران، أنني وافقت على وقت إطلاق النار لأنني أريد أن أتفرغ لإيران ولن أسمح بالبرنامج النووي.